قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ثبات المؤمن على طاعة الله وحده والتحرر من العبودية لسواه. الشرك أمر خطير بالنسبة للإنسان، ولكن من الذي يدرك خطره؟ العاقل الذي يعرف طعم الحرية. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، إلى آخر الآية التالية. قل يا أيها الناس، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن دعا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الدين الذي يدين به الإنسان، المبدأ الذي يندفع من هذا المبدأ الذي في نفسه سلوكه العملي. إن كنتم في شك من ديني، أي من صحة الدين الذي أدعوكم إليه، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى والتحرر من العبودية لغيره، الخضوع لأمر الله وحكمه، والتحرر من تحكم العباد الضالين المضلين، إن كنتم في شك فما هو ديني؟ لا أعبد، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعبودات من دون الله متعددة، يجمعها صنفان: إما العبودية للبشر بشكل مباشر كما أخبرنا الله عن فرعون وكفراعنة القرن العشرين يتسلطون على الناس باسم الأمن وبالتسلط بكذا وبكذا حتى يرهبونهم ويخضعونهم لسلطانهم بشكل مباشر، وهناك شعوب لا تخضع بل تثور ولو ضحت بدمائها لا تخضع للطاغوت، فشياطين الإنس والجن يستعينون على إخضاعها بأساليب غير مباشرة، بصنم، تقديس صنم أو تقديس حجر أو تقديس كوكب أو شمس أو قمر أو بقر، في بلهد من يعبد البقر، أو شعار أهم وأخطر أصنام القرن العشرين، الشعارات المضللة، شعار كاذب لا قيمة له، وهم يعملون بخلافه، ولكن لا يجوز لأحد أن يقول لهم هذا لا تعملون به، هذا ما فيه، هذا الشعار في حرية، أين الحرية؟ لا، أعوذ بالله، أنت ضد الحرية وأنت كذا، أنتم تتحكمون في الناس، لا، هم أجل الشعار تقديس شيء، من وراء تقديس هذا الشيء يتحكم بشر بالبشر فيكون عبدا له. فربنا تبارك وتعالى يبين لنا نحن الدعاة إلى الله بعد أن بين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. كل المعبودات سواء كانت أصنام مقدسة أو بشر يطاع أو تقديس قمر أو شمس أو حيوان أو إلى آخره، كل هذه المعبودات لا أعبدها. طيب من تعبد أنت أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها السائر في طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي خطه لك؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أعبد الله وحده الذي يتوفاكم، أن يقبض أرواحكم عند الموت. هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ الصنم الفلاني أو الشعار الفلاني هو الذي يقبض روحي والذي وضع فيني الروح؟ لا، أعبد الذي يتوفاكم. كنت أدرس من 40 سنة أو أكثر أو أقل قليلا، ما أذكر بالضبط التاريخ، في ثانوية المأمون بحلب، وقال لي أحد الطلاب بعد الاستئذان بأدب، قال: يا أستاذ والله احترنا،
أنت تقول أن نطيع الله، وقبلك مباشرة دخل علينا أستاذ شيوعي مدري إيش مبدأه، قال ينبغي أن نفهم أفكار لينين وأفكار كذا ونطيع المبدأ الفلاني والاشتراكية والبطيخ البسمر والمدري إيش وكذا. احترنا لمين بدنا نطيع؟ قلت يا أخي يا ابني ما في شيء يحير، وهو شاب في الثاني عشر الثانوي. قلت ما في شيء يحير، أنا لا أقول لك أطعني ولا تطع من يقوله الأستاذ الذي كان قبلي، أطع من يرسل ملك الموت ليقبض روحي وروحك، من الذي يجعلك تنزل في الحفرة في القبر، هذا أطعه، فإذا أطعته أفلحت، لأن مصلحتك معه وروحك منه وهو الذي يقبضها. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول ولكن أعبد الذي يتوفاكم، أي يقبض أرواحكم عند الموت، وأمرت أن أكون من المؤمنين. أمرت من قبل الله الذي يقبض أرواحنا، أمرنا بماذا؟ أن نكون من المؤمنين. مؤمنين بماذا؟ مؤمنين بالطاغوت؟ مؤمنين بالصنم الفلاني؟ بالشعار الفلاني؟ لا، مؤمنين بالله، أن له الطاعة وحده لا شريك له، وأن أقم وجهك للدين، يؤكد مفهوم التحرر من العبودية لغير الله. أقم وجهك للدين، أي أقم نفسك وكل حركات حياتك لهذا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت الأدلة على أنه من الله وليس من صنع محمد. أقم وجهك مستقيما عليه، غير معوج، حنيفا، غير مائل إلى الشرك، غير مائل إلى طاعة غير الله تبارك وتعالى، لا تميل أبدا، مستقيم. ونحن في الصلاة عندما نقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم غير معوج. أما الطرق المائلة المعوجة إلى لينين وفلان وأمريكا وإنجلترا وإسلام كاثوليك وإسلام بروتستانت وإسلام كذا، ما في عندنا، هذا كله شرك. في عندنا استقامة على أمر الله الذي أنزل وأيد بالمعجزات أن هذا من عنده، هو دين الحق، فنطيعه ولا نحيد عنه. ولا تكونن من المشركين، لا تكونن مشركا بالله طاعة غيره، ولا تدعو من دون الله، أكد أيضا هذا الموضوع على التحرر، ولا تدعو من دون الله. هنا الدعاء بمعنى العبادة، فإذا طلبت من مخلوق أن يحييك أو أن يميتك أو أن يسعدك فهذا خطأ، الطلب يكون من الله، فالعبادة تكون بالدعاء، وأيضا تكون بالطاعة التامة مع الذل، طريق معبد أي مذلل. ولا تدعو من دون الله، أي لا تعبد من دون الله بطاعة غير الله أو بتقديس غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كثير من الناس يظن أن خضوعه لهذا الطاغوت من البشر، من الحكام المتسلطين الإرهابيين الذين يقولون عن أنفسهم أنهم متحررون وهم إرهابيون، يظن أن طاعته لهم يستفيد منها فيحقق مصالحه. لا يحقق مصالحك إلا الله، كل ضر يقع بك وكل خير يقع بك هو من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا الأمور بيد الله، فمن ينافق لهذا الدجال أو لهذا الطاغية يظن أنه يستفيد منه، يستفيد منه بقدر الله، لأن الله مكنه من هذا النفاق، ولكنه سيكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ولو أنه استقام على أمر الله لكان عبدا لله متحررا عن العبودية بغير الله، ويسير في هذه الحياة بحكمة، ويكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلتك فإنك إذن من الظالمين، إن أطعت غير الله في معصية الله فقد أشركت وكنت من الظالمين. الظالم في العرف القرآني المشرك، المشرك الذي يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، لأنك وضعت العبادة أي الطاعة والذل في غير موضعها، فأصبحت عبدا للمخلوق ولم تتحرر وتكون عبدا للخالق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد تسلط الظالمين عنا، وأن يدمرهم، وأن يحررنا من قلوبنا أولا ثم بسلوكنا ثانيا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.